بالنسبة للنقطة الأخيرة هي الهيكلة ديال الحزب، ما لقيتوش فيها مشاكل لجان؟ يعني واش تمكنتوا أنكم تصوبوا اللجان، تمكنتوا أنكم تقادوا الهيكلة ككل ديال الحزب؟ بالطبع، حنا دابا درنا لجنة ديال الترشيحات، لجنة ديال الترشيحات هما اللي غنختاروا ما بين الشباب اللي بيننا حنا اللي غادي يمثلونا، حيت حنا كنا شباب، كنا سن واحد، كنا افكار واحده، كنا عندنا كنامنوا بالمرجعيه ديال الحزب، كنا عندنا واحد الثقه الا باش نوصلوا بهذا الشباب كاملين. حنا درنا واحد اللجنه ديال الترشيحات اللي غادي نختاروا بها الناس اللي غادي يمثلونا. حنا ما كنشوفوش لا هذا مول الفلوس، هذا عنده نفوذ، هذا عنده كذا، هذا لا، حنا غادي بقوه ديال الشباب وبالعزيمه ديالو، وان شاء الله غادي نوصلوا لاش بغينا. يعني هذه اللجنه هذه هي اللي غادي تكلف باش اختيار كل واحد باغي يتقدم للترشيح، دونك هذه اللجنه هي اللي غادي تقدر تزكي ليه هي بهذا المفهوم اخر، يعني التزكيه ديال هذا السيد هذا اللي غينوض يترشح، هاد الشباب في هذه اللجنه هذه هما اللي غادي يوقعوا الاختيار على هذا السيد هذا. بالطبع، ولكن بحضور جميع الاعضاء وجميع المنخرطين ديال الحزب، يعني كل شيء غادي يكون امامهم وكلهم غادي تكون الموافقه ديالهم، واي تعرض واي حاجه الا وغادي نناقشوها وسط مع هذيك اللجنه. اللجنه غادي تعطينا غير الاسماء اللي غادي ترشحوا. سي سفيان شكرا، بارك الله فيك سعه الصدر ديالكم وعلى هذا التوضيح هذا، ونتمنى واحد موفق في باقي المسيره ديالكم السياسيه. شكرا، بارك الله فيك.